اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين في أمان الله صلاة دائمة بدعاء ملك الله وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكته المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى طاعتك أجمعين ورحمنا ما برحمته يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين وإقام المسجد وعفو عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد اللهم إنا نسألك إيمان يبصر قلوبنا اللهم اجعلنا من المسلمين المخلصين اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله اللهم ارزقنا حبك وحب من اجعل حبك المال بارد اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همومنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم سعيد ما رايت سالمين عبادك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رصدا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله تعالى أولا وبلا Go, go, go.